أحسن الله إليكم. سائل يقول: يوجد جماعة تسمي نفسها جماعة الجرح والتعديل أو السلفيين، وشغلهم الشاغل البحث عن أغلاط المشايخ والدعاء، ثم يقومون بعد ذلك بتبديعهم والتحذير منهم والتحذير منهم. الجرح والتعديل عند المحدثين، وهو من علم الإسناد، من علم الأسانيد. أما الكلام في الناس هذا ليس جرحا وتعديلا، هذا غيبة ونميمة، فعليه من يتوب إلى الله عز وجل ويترك هذا العمل، يزكوا أنفسهم أولا قبل أن يبحثوا عن عيوب الناس.